ختمة عملاء مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدي متابعي قناة شوك تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا بمدينة فاس، وبالضبط منطقة بن دباب، وبالضبط هذه البلاصة هذه سميتها باب السفر. كتشوفوا هذه الأم هذه اللي هي مشات مسكينة ما كتولدش، مشات للطبيب وهزت واحد الوليد وصوبت وريقاتها وجبت وريقاتها وتبناته. هذا الوليد هذا فاش كبر وصل لواحد المرحلة ديال السابع اللي هي أولى إعدادي، الدري كيساق الخبر أن باش الأم ديالو، الدري مشى تعاطى على المخدرات كي كتقول الأم ديالو، مشى المسائل اللي هي خارج على القانون. مسكين الدري أنه تهز عقليا. تحكي لنا الأم التفاصيل كي كتعاني مع هذا الوليد. شريفة السلام عليكم. عليكم السلام اسيدي. على مشيتي جبتي هذا الوليد؟ حكي لنا فوقاش. هذا الدري جبتو في 2000، جبتو عنده 8 شهور. علاش جبتيه؟ جبتو كان جوج ديالي ما كيولدش وتبنيتو ودرت فيه خير. هنا انا ما نويتش هذا الشيء اللي وقع لي، يعني تبنيتو بنيه حسنه قانونيا بوريقاته بكل شيء له. لكن دابا ملي حيد الاب توفى، يعني الدري بحالي طلاشه فاش سمعت تبني وداك الشيء، طلاشه سمع حتى طلاشه اللي ما بقاش هو هذاك. ديت طلاشه شنو نقول لك، هذه 2017 زاد كمل كاع الخطا. دابا كمل، دابا ما نقولكش كمل وعي. فاش كان ساق الخبر الشريفه انكم ماشي وليتي شو قال؟ ساق الخبر بقى صافي، بقى شويه بشويه ما بقى ليش هو هذاك. القريه ما قراش، دخلتو للتكوين الخياطه، دار التكوين، خرج له الدبلوم ديالو، خدم في الشركات. من مشى الشركات صافي، انت عارف مع الدراري انت ما بتبنيش، نديرو 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 صافي. زاد لي بزاف، كذب عليك. ديتو الطبيب فلوس ما دار والو، ديتو الطبيب مخزن ما دار والو. انت كتسمع سدن عليه الباب، هو اللي كيغوت، حنا سدن عليه الباب، معذبني ومعذب الجيران، معذب كل شيء، معذب. ما خليت باب اللي ما دقيت عليه، يعني كان هاد الدري خصو شي حاجه ينعس، كيعطوني الدواء، كنشري الدواء، ولكن داك الدواء ما قاضي والو. هكا انا كنمشي للخدمه ما كيتبعش، ما كيتبعش، نتبعو الزنقه نشربو له، واش الدواء في الزنقه غيدير شي حاجه؟ يعني ما كاين حتى شي نتيجه، ما نقدرش عليه. الداخل معايا كيرفد، الداخل معايا ما نقدش عليه، كيهز التصرفات ديالو، كيهز عليا المضا، كيهز الشاقور، كيهز راه شحال من خطره. ماشي في كورونا عاد مشي ديتو شدوه وداك الشيء كنهز عليه، الا ما خديتش معاه يضربني. هنا كيجي كيسبني، غير هذا الصباح كيسبني باب الدار. وشو كيدير في الناس الحومه هنايا؟ الناس بقى كيضرب الدراري الصغار، كيخافوا منه، كيدخل للروضه وحدايا كيخلع لهم الدراري، كيخلع لهم الدراري. كيخرج حاشاك، كان صباح نشطب، هاد الصباح رانا شطبت الحومه كلها. كاين اللي كيحشم مني، كيقول لك على وجهك وداك الشيء، وكاين اللي ما كيوقرش. يعني كاين اللي كيقول لك صافي سب، انا ما كنقبلش داك السبان. شريفه انت ام تبني، ممكن يعني كان بغيتي حتى لهاد الدرجه انك تضحي واخا وقع له هاد الشيء؟ هادي مضحيه معاه، انا مضحيه معاه بهاد الحاله هادي اكثر من عامين، وانا في هاد الحاله هادي يعني اكثر من عامين. اللي كنت يعني كنقول امه اللي ولداته وسول واحد بواحد ما ديروش اللي دايره له. انا اكثر، انا ما عنديش بالحراره اللي ما عنديش، درت اكثر وكيشهدوا الناس، شاهد اي واحد عيط، هانت سول الجيران يجيو يشهدوا. الا ناقصه شي حاجه ما ناقصه حتى شي حاجه. العيد العيد كنقول حمق وكسيت كسوه بالثمن، كنقول مهبها لله ولا ما يلبسهاش، واخا ما يلبسهاش. ديك الكسوه كشريتها له، تنتبعوا الزنقه بالدواء، نتبعوا بالماكله، نتبعوا بكل شيء. كسوه شريتها له دابا حاليا في هذا العيد، ومهبها لله واخا ما جاش ديك الكسوه. وفعلا ما جا والو، مشاو دوك الحوايج. كيبغي يتعدى عليا دابا راه اصلا هو. هادشي علاش انا نزلتو لهذا المحل هذا، لحقاش كيضربني جرني وانا بوحدي، انا وياه. دك دك لي الماعن، دك دك كل شيء، ما خلاش، ما بقيتش قاد عليه، وبوحدي في الدار انا وياه. ما عاد تسمحيش فيه، ما عاد تفرطيش فيه؟ لا ما نويتش نفرط فيه، لا دابا عياني بغيتو شي بلاصه بحال دابا كو كان ينعس يقدر يتعالجوا. ما ربا كان يقول لي خل البال ديالي، ولكن هاك واش يتعالج هاك؟ ما يتعالجش هاك. انا كنقيل في الخدمه كندير له. الناس الحومه، الناس الحومه كيجيو تشكاو لك من هاد التصرفات ديالو؟ كانوا كيتشكاو، دابا بقاو يحشموا على وجهي. دابا بقاو كيحشموا على وجهي، يعني كنقول لهم انا ما عندي ما ندير له. عارفين مسكين الحال، يعني عرفوا الحاله ديالو، فهمتي؟ عرفوا الحاله ديالو، كيتعاطفوا معاه وكيصبروا معاه، ولكن الحال بواحد الدرجه دابا هما براسهم بقاو يتقلقوا. واش ملي يجي صبح خارج لها في الباب، موسخ لها الباب، ينهرس الباب، يزدح في الباب، يعني راه خايفين على وليداتهم هما. خايفين حتى على ولادهم، دابا بقاو خايفين على ولادهم. انا وليت كنمرض نفسانيا، اسمع اسيدي، انا وليت كنمرض نفسانيا، قسما بالله كنمرض نفسانيا. كنهرب لعند امي غير باش نرتاح شويه، ولكن العقل ديالي تيبقى راه بالجوع، راه كذا، راه كان خصني نجي نتبعو بالماكل، نتبعو بالدواء. ها هو واحد
ملطب له هشام عطيه الدواء سم كنقول له من يجي في الصباح عطيه وفي 12 عطيه الليل رانا كنكون هنا كيتحق كيمشي مرمر كيدوز حداه كيدوز حداه كيشرب الدواء في الوقت كنقول لك الله يتعاون كيتعاونوا كيتعاونوا ما نقولك شي واحد كارهو ما كارو حتى واحد على قشه هويا ماشي شي كلاشار ولا شي حاجه هو طيب وقلبه بياض وحنين ولكن هذا الشيء اللي صلط عليه من عند الله ما عرفتش كتشوفي هذا واحد هو في عمر ديالو كي قلتي 21 سنه كتشوفي 21 سنه كلها عاد تمشي لك في الخلا وانت ربي بشات بشات انا كنقول مع بالي بشات لحقاش انا ما كنتش ناويه هذه النيه هذه انا كنقول الدري كبر تبارك الله واش راه من جوع عنده 8 شهور راه ما يقولها جوع الحما ولكن نسيتي كبر شوف المشكل اللي خرج لي فيه رضعتي وبيتي كبرت وكبر في الشاش وكبر ما نقول لك ما خاصه حتى شي ناقصه حتى شي حاجه ما خليتش اجر عندك اجر مع الله اجر مع الله انا وكاين التصاور ديالو كاين كلش الحمد لله ما نقولش حتى التصويره ديالو معنا الخال ديالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختك كتعاني مع هذه القضية، شنو حكي لنا شنو هذه المعاناة؟ أنت باغي كتخرج الزنقة بزاف. السلام عليكم معدا كنشكركم على المجيء ديالكم حتى أنتم الله يجازيكم بخير والطاقم ديال شفتي فيه كامل بإذن الله. الأخ ديالي معاني معاه بزاف بزاف يعني هزات بزاف ديال المعاناة معاه ولحد الآن مازال هازا وإني دابا انهارت إني مدة من 2017 هنا انهارت بزاف ما بقاتش قاد لا ماديا ولا معنويا. يعني حتى الماكله ما بقاش كتاكل يعني كندخل عندها كنلقاها ما مديره والو كنقول لك ها هو عندي كلش ولاني ما قاداش ناكل ما يمكنليش ناكل هو في هذه الحاله هذه بزاف د المسائل كتحس بها كتبغيه كتموت عليه قيسها في عينها وما تقيسهاش فيه لان هي راه زاته صغير بزاف يعني راه ربما راه تقدر يعني انا اخوها وتبغيه اكثر مني لحقاش هو ولدها الام هي اللي كتربي ماشي كتولد هي الام هي اللي كتربي ماشي اللي كتولد دابا هي المشكل اللي صايبه الله دخلاته كيعنفها لدرجة في اللحظة ديال الحجر الصحي كورونا هز عليها الشاقور فكا غير جارها اللي رحل بالليل الشاقور والله وداز شي ثلاث ايام انا غير في السطح هو هز الشاقور بدا كيهذا بدا كتخبع بطبلة الماكلة انا عندي التليفون مستري فيه الكاميرا في الشاشة كليكت على الكاميرا درت له فيديو عيط للبوليس وريتهم قلت لهم الله يجزيكم بخير شوفوا الدري الحالة اللي دار هادشي اللي كاين قبطوه داوه فاطمه قبطوه للمستشفى يعالجوا داوه للحبس شهرين ونص قول لي دابا هضر معايا كنهضروا على هذا الولد هذا واش ما عمره تواجه معك بالعنف كيتواجه معي بالعنف ما كتحكمش فيه انت دابا بعض المره كيغلبني ولا صحي علي باش دابا عاد غوتي عليه هو سقر لا غير في هذه اللحظه هذه واني بعد شي لحظه كيكون واحد راه دق لي برا وشرب شويه ديال الدواء في الزنقه شويه هدن واحد شويه اما هذه واحد الخمس ايام ما كنتش نقد عليه والا ما كانش واكل الدواء الا ما كان ما نقدرش عليه يعني لا ما نقدش عليه الناس الحومه تصرفات فاش كيعنفوا لهم ولادهم ولا كيديروا هادشي شنو كيكون الناس الحومه كيجيو كيتشكاو لنا حنا كنقول لهم حنا رحنا لا حول ولا قوه الا بالله حنا ما قادينش عليهم هذا المنبر ديالكم حنا كنقولوا حنا ما قادينش عليه الناس الحومه اللي يقدر ما يتعامل معاه يتعامل معاه واللي يقدر ما يديها للطبيب اللي يقدر يدير شي حاجه يديرها حنا ما يمكنناش ما بقيناش قادين عليه لحقاش حنا كنشوفوا الناس الحومه كلهم مجموعين كلهم ساكنين الناس الحومه كلهم متضرين منه وكلهم متضرين منه وكاملين حاليا كاين المراه اللي بغات تهضر وخافت من الزوج ديالها بزاف الناس اللي باغيين يدويو ولاني خافوا من هذا يعني كاين حاليا الناس مضرين بزاف غير الصباح هذا دار الفضلات في الدرب وجاو كيدقوا عليها وداك الشيء الجيران هبطت اختي سيقه الدرب كنسمعوا كان كيغوت دابا راه معاه واحد الدري واحد السيد من الحومه هو اللي شاد يعني هذا واش هادشي ديما هكا يغوتوا في يعني صافي خص باش المستشفى كيقول لك المستشفى شد عليه كيضرب في الباب يعني المستشفى كيمشي وكيقول لك هاد الدواء عطيه الدواء في الدار دابا هاد الدواء هاد الدار شكون اللي غادي يعطيه الدواء في الدار واش الام ديالو تعطيه الدواء قتلها ما يمكنش قبطوه عالجوه على ما يرجع له العقل ديالو يولي يستاجب وديك الساعه مرحبا حنا ما غاديش نضحيوه طلب ديالي للمحسنين الله يجازيهم بخير السلطات الجمعيات يدخلوا في هذا الموضوع يدخلوا مع هاد الدري راه حل شبه مقطوع من الشجره الكارثه ممكن توقع في اي لحظه فهمتي شريفه السلام عليكم السلام عليكم والله ضرب لي ولدي زرق له عينه وبقى فيا وخا هكاك في نفس الوقت وبقى فيا دابا كنطلبوا زعما الا كان شي جمعيه توقف معاه وتعالجوا الله يرحم لكم الوالدين راه ضرب لي هو كيتعدى ولكن واخا كيبقى فينا لان ما كانش هكا بحال والو بحال والو بحال والو انا ولدي غير صغير راه هو غير قد هذا الوليد هذا عطاه العينو عرفتي شنو كان يجبدها له وزرقها له زرقها ماشي كنكذبها يا امو كاينه
ولكن كنطلبوا من الجمعيه الا كان شي جمعيه توقف معاه تاع الجد الدري الله يرحم الوالدين. كتبقى فيك هذه الام ديالو كتعاين معاه كيبقى الام وكيبقى حتى الولد حتى هو كيبقى فينا. واخا كان ما كانش هكا في الحقيقه راه ما كانش هكا، كان حتى هو كيقرا وكان ظريف، ولكن دابا هادشي اللي وقع له بزاف اثر عليه، بزاف اثر عليه. ودابا الله يجازيكم بخير الا كان شي جمعيه توقف معاه الدري اللي بغيناه يتعالج. الله يرحم لكم الوالدين. عاودنا على الكارثه اللي الكارثه اللي دار ديال واحد 3 ايام 4 ايام هكا ضرب واحد الدري صغير قتلوا الحجره محشيه له في الراس ديالو هنا في الحومه نيت، قتلوا حجره محشيه في الراس ديالو تحيدوها له، ولكن الناس مساكن ما يعني قال لك مريض عقليا ما بغاوش يتابعوه، فهمتي؟ انا قلت لهم تابعوه على باش يديوه يتعالج، قال لك لا ما عندنا ما نديروا له، داو الدري ديالهم عالجوه الدري غير صغير صافي اسلموا الامر ديالهم لله، ولكن يكون مات قالت لي كارثه راها كارثه فهمتي ولا راه بزاف اني راه نعاود لك راه بزاف بزاف توقعت في اي لحظه اي لحظه الكارثه توقع. وواحد القضيه سيد الباشا كنشكروا الله يجازيه بخير من هذا المنبر في كورونا راه الدائره انفس معنا شافوا فوق السور السطح عاد عطى التعليمات ديالو عاد قبطوه المستشفى ما كيبغيش يقبطوا وكنشكر سيد الباشا من هذا المنبر وتا السلطات المحليه هما دايرين المجهود ديالهم اللي كيوصلوا للمستشفى ما كيقبطوش يعني حتى السلطات ما بقاش كتبغي تدخل علاش كيديروا مجهود وكيوصلوا لهم كيوصلوا كيوليو يخرجوهم على الباب. انا كنحمل المسؤوليه كامله للمستشفى بنو الحسن فاس راه ما كيقبطوش المرضى وماشي غير ياسين ولد الاخت ديالي راه كاينين بحالو بزاف وكنتمنى من جمعيه حقوق الانسان ومن جميع السلطات المعنيه والمسؤولين داك المستشفى يراعيو شويه المسكين راه غير المسكين اللي كيتلح من الباب برا اما اللي ولد لي لاباس عليه واللي عنده الفلوس واللي عنده السلطه واللي عنده الجاه كيتعالج في احسن كلينيك في قلب المستشفى بنو الحسن. شنو كطلب اخويا من المحسنين باش يساعدوا هذا؟ كنطالب من المحسنين بان بهذا الشاب ياسين الصياد راه شبه مقطوع من الشجره ماشي نقولوا مقطوع من الشجره حنا العائله ديالو متمنينو ولكن ما دايزينوش ولكن ما بقيناش قادرين نستحملوا يعني المعاناه ديالو ماديا ولا معنويا لحقاش دينا الاختصاصي دينا ديال الدوله ما كيبغيش يقبضوا الاختصاصي بزاف علينا حنا عندنا وليداتنا حنا الله يحسن العوان ماشي نقول لك راه ماشي بدين هذا. الله يجازيكم بخير من هذا المنبر الا ما كان شي محسنين ولا السلطات المحليه ولا المستشفى يتكلف بهذا الدري هذا الله يجازيكم بخير راه حنا ما بقيناش قادرين والام ديالو حاليا هو ضاع وتا الام ديالو غادي تضيع لان انا عايش معاها وكنجي كنشوفها كنلقاها بعض المرات كتهضر بوحدها يعني ما يمكنش هو ضاع وحتى هي فهمتي ما يمكنش حتى هو ضاع وحتى هي ضاع وكاينين شي ناس من هذا المرور كنقول لهم ما يبقاوش يحكموا راه كاين اللي كيقول لك حق ديوال الطبيب ديرو راه الطبيب ما كاينش احنا كنديوال الطبيب ما كيبداوش يقبطوه كيقول لك الناس كيبقاو يعضوا فينا ها هو شنو كيدير ها انتم معايا بطل كيهرس واش شكون يعيش هذه الحاله هذه الله يجازيكم بخير السلطات المستشفى ابن الحسن الله يجازيكم بخير واش تقدروا تعيشوا انتم هذه العيشه هذه واش تقدروا تعيشوا في المعاناه وكيفاش ما بالك السيده ارمله بوحدها عايشه معاه كيفاش غتعيش مع هذا السيد واش غتمشي تخدم تجيب له ما ياكل وتشري له الدواء واش تقابله شنو دير؟ شكرا الله يجازيكم بخير وكنشكركم بزاف. كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام ان واحد المعاناه اللي هي ماساويه ديال هذه الام ديال التبني ربات هذه الوليد وانتم الحاله اللي عايشين فيها والحي كله عايش في هذه الماساه هذه رساله للمسؤولين باش يدخلوا في هذا الامر يدخلوا مع هذا الشاب يهزوه من هذا الشيء وينقذوا هذه العائله من هذا العنف اللي داير في هذا الحي كامل لان هذا الولد هذا ربما يقتل شي واحد ربما يدير شي حاجه اللي عاد يندم عليها الجميع. وهنا مشاهدينا كنقول لكم شكرا على المتابعه والى لقاء اخر باذن الله.